برجع للاستاذ امة الله من الدقهليه، كانت بتقول توفي زوجي يعني من 10 سنين واولادي كانوا صغار، دلوقتي كبروا وهيتجوزوا، عايزين واحده منهم هتتجوز حد من اولاد عمها، وبتقول رضعوا على بعض ومش قادره اميز او افرق الامور، ومش قادره يعني ابعد البنت عن فكره الجوازه دي. طيب احنا بس عاوزين نحقق المسائل ومش عاوزين ندخل الامور في بعض. هل انا مش رغبه في ابن اختي عشان ياخدها فبنجيب العلة ان ممكن يكون رضع؟ ما نخشش ده في ده عشان خاطر لا نحرم شيئا لم يحرمه الله عز وجل، ونبين السبب الحقيقي ان احنا مش عاوزينه عشان سبب كذا كذا كذا. ده مسألة. المسألة التانية، لو هو رضا حقيقي من حضرتك وحضرتك شكة، فاحنا عندنا في دار الافتاء المصرية بنقول اهو ماشيين على مذهب الامام الشافعي، اذا رضع 5 رضاعات متفرقات يبقى يحرم عليها، عليها هي واخواتها، هو واخواته. ما رضعش ال5 رضاعات وحضرتك تيقنتي ان ما عملش 5 رضاعات متفرقات، يبقى يجوز ان البنت تتزوج الولد. طب انا شاكة بقى ان هم 3 رضاعات ولا 5 رضاعات، يبقى احنا هنا باب الاحتياط وخروجا من الخلاف من مذهب السادة المالكية قالوا انه يحرم ولو بمجة، يعني رضعة بسيطة ياخد قسط بسيط او من اللبن او شيء من هذا، قال ان ده يحرم عليه. فخروجا من الخلاف لو احنا شاكين هم 4 ولا 5، يبقى المسألة هنا نخرج من الخلاف ونقول بلاش الجوازة. انما لو احنا شاكين هو 1 ولا 2 ولا 3، لا يتزوجها لو شاكين هذا الامر، طالما ان الشك مثل وقف عند 3، انما 4 او 5 يبقى ممكن يكون ال5 او بتاع، بنقول هنا بناخد نخرج من الخلاف وناخد ونقولش بلاش الجواز. المهم اليقين بيقول ايه، وحضرتك الام واللي رضعتي، يبقى هذا الشاب رضع قد ايه هو صغير من حضرتك. فلو تيقنتي امشي على اليقين الذي في ذهنك، وده بينك وبين ربنا عز وجل، وده شهاده انت بتاديها ان هو رضع، لان هنحرم البنت دي لو هي عاوزاه من الشاب ده اللي هو عاوزها ايضا. انما في مانع، لو في المانع يبقى انت بتشهدي امام الله عز وجل ان هو رضع ما يقرب من 5 رضعات او 5 رضعات متفرقات. مولانا عندنا الاستاذ زينب وابو ماهر، استاذ زينب من الجيزه وابو ماهر من اسنا، وعلى مع التلاوه والبدايه بسوره البقره. طبعا انا زي ما قلت للاستاذه زينب قبل كده والاستاذ ابو ماهر من اسنا، وانا اشكره شكرا جزيلا، واهل القران تملي اهل فضل واهل ذوق، ويعتبرون الناس، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويحفظنا جميعا بحفظه الذي حافظ به كتابه الذكر الحكيم اللي هو القرآن الكريم. فإن شاء الله هنشوف موضوع ان احنا نبدأ من سورة الفاتحة مش من سورة البقرة. انا اظن الشيخ خالد بدأ في الاول بسورة الفاتحة،